زوينة ديالي التتمة ديال الفيديو، غادي نكملو الفيديو اليوم. عاوتاني تابعنا بزاف الشغال، تابعنا بزاف د الحاجات، وكاين الشونجمون بزاف في الدار وكل شيء. هادي الجلابة اللي خديت الوالدة ديالي، خديت لها معاها هاد الصبيبط وهاد الفولاج جاها فن. المهم اليوم غادي يكون أول مرة مراد يشوف الدار. اللهم لا رياكسيون. ماما جات فين؟ ما شاء الله نعينك. سير الخدمة روحي نعم بينت هذا اللي مولوغ تو مارش با سوغ سا. هادو هما ديك الشوط اللي ماما غير راح تدخل راح يدقع. هذا نلقى خوا، انا خوا، انا خوين. هيا جا مقا عند بينتامس كولورا ما دين راضي وين هاي بينتامس وا تينا نوا قد بينتامس كولورينز يي كولورينز غير عام تسمى زيد كوز وني كولورينز فوالا قفا مذا صافي غا باش بلان هاك انا كبدت نقيد شوي تيلي مولو قد قيد تنامية يه انا تنامية يه يه ايه طاح انت ميا روحنا في هنا التسجيج ده ايه اه اسباني يا ميا اجو مع الحيط من هنا يا ايه المربع قروست ايه ايه وتنس ايه همني ايه ايه 15 سنتيمتر 15 وني انت سني مربع لا عدد قال فينيسيو ماما حيت ذا شوية الكولور لا عادي عادي ديك الفينيسيو خصها ستيل غير جاود ذا يه والمغني ذا نيتي يه بس ذا يه والمغني قران هادي يا زاكروس مترو مترو 25 يه يا هادي سمنها على حساب العبيدة ذاك سميترو 25 يه أمية ذاك سميترو 100 صافي مترو 25 مية مترو 100 هادي زنا صح مترو 100 هادي زنا الفات مونتي يلا راح كيس راح كيس هذا مصلح هنايا هاد الحيط عاوتاني غادي نخدمو بلي مولوغ ويعملهم ديك صاب اللون ديالهم صافي ماما راهي انا مع خويا نوريكم كوزينه قوز لك شي كوزينه زري كوزينه تا سبحان عاد خاصنا نديرو لي مولوغ لهاد البيبان باش ما يبانوش عاديين هكذا هاقي محاضر هادو امونيل مونيل ما شافوش واقيلا حدا هو بالصبا هنا لا عاد 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 نعاودو عاد نجيك حيت كان حدا داك الدري هنا لا بينتاز ولكن هذاك سيخ شي ويني خصها يعاود ده هادو هادي هذاك طبعا لا قال لي جوا داخل ماما صافي نوري لكم الكوزينه راه دار لها البلاكارات كيف قلت لكم صافي واخ عاد نعاودو لها شي شويه بكره غادي نقولو هنايا الكوزينه راه مغلفه دابا بالبلاستيك البنات مغلفه مزيان كاين هاد الجديدات اللي اختاريت لها كنخاف يا ابي ما يولي هنا شي حاجه فهمتوا دار لها الجديدات بحال هكذا السيد ها هو هنايا البيبان كيجيو بحال هكذا كبار تبارك الله شتي البيبان تبارك الله عندك فين الجمعيه ماما الخير والبركه لا الخير والبركه فين الجمع هالبلاكارات هادو درت لهم للستوك مع البنات طوال عليا انا ما كنتش نوصل لهم هادو خاصهم شي سليليمه ولا كرسي وتحط تما ديك الفاغين الزيت داكشي اللي ما كتحتاجش ديما هنا عاوتاني ها هو عندها هذا كبير خاصني ناخذ لها داكشي اللي كيتلوى تنظم تما هنا عاوتاني هذا عندها البلاكارات تاع ربي الخير والفوق مازال وعندها هذا كيطلع بوحدو كنت علينا نهبطو بوحدو هنا غادي تمشي شنو ما بغات خاصني نهبطو هوب ويلي ويلي هذا كيطلع بوحدو ولكن خاصني نهبطو كيرجع بوحدو نورمالمون كيرجع بوحدو صافي المهم كاين هنا غادي تكون لا اوت هنا وهنايا دير اللي بغات هنايا غادي نحط واقيلا داك الميكرو اوند اللي خديت لها هادشي كيطلع بوحدو المهم المهم فوالا هنا الثلاجة هادو لي غيدو طلع طلع مراد هذا لي غيدو ديال هذا مراد يابا مراد يابا يلا انا حكيت كوراج والله جيت تسالا اه وي سلوبا سلوبا لا لوبا اه ايه رانا نجيو دابا فين ماشي الدكتور شكون سامو انا اتو هو عندك راه الريح اه يا واحد انا راه حكيت راه حكيت تو شي دابا
البنات المهم حنايا مشينا للدار تبارك الله كملنا هذاك الشيء مع السيد هاي دابا كملنا مع السيد وصافي باقي شويه الديتايات ان شاء الله ونكملوا سينو دابا طالعين عند العائله ديال راجلي الوالده ديالو باش نمشيو ناكلوا ان شاء الله هي شنو بغيت نقول لكم كيسولوني بزاف البنات على الدار اللي ساكنه فيهم ماشي تقرا التفسير باني فينا الطريق اجا ماما كملها اخي كيما ماشي انا عاد قلت لكم هي تو دغوا وزين بوا واش تو دغوا علاش معليش هي ايش انا ايش اخي السن ما يخصيش لك دو قدا سنت التاكسيات وغاسن بول اسباقيه طحن طاون سلام سلام لا ابري داغي تعام اي تعام ها غير مش تاعنا كيف كل شيء دور الطوموبيلات وين السبيطار والله ما سمعت نقرا ايه قلت لكم البنات بزاف البنات كيسولوني على الدار واش مزيانه واش لا اول حاجه لون بلاسمون ما مزيانش ولكن الدار نقيه وزوينه مخيره الثمن ديالها 17 اورو بالاورو ماشي بالدرهم 17 اورو للنهار رخيصه اللي كتبوا في الاخر كتبوا بلي عندها الويفي مجهد الويفي البنات ما كيشبر لكم لا لابيل لا يوتيوب لا الخدمه انا نقولها لكم كتعمروا لي 4 جي وخاصكم تمشيو لاسا اختو انفاس عندكم كيفاش غنكون مرض ما عقلتش على دارهم قلت لكم الوي اخزا لا بلاص زانيتين حيت محرمانه فيه لا بارك اخذت دم لا ما سنا نشبر كاين هاني ذا خزا ما سنا لا والو سي مور سي مور سا سي الكراج وسي ما عمرني نكمل لكم على الدار حتى المهم ها انتم البلاد حنا جايين اون فامي كاين هنايا ميرا بالاس كاين مراد كاين الوالده ديالو كاين الوالده ديالي وحنايا هنايا ميرا بالاس من هنايا يلا غادي نطلعو دروجني بزاف دروجني هيا واحد مساكن لا لا ماشي بزاف صافي شويت ها هو ميرا بالاس هذا غزال في الحسيمه الا جيتو سيرو لعندو ما يخلعكمش بزاف زعما ماشي رخيص بزاف ماشي غالي بزاف ولكن الماكله ديالو عاديه تمام ديك صح نوريكم الا قدرت تبارك الله ناس دخلنا مرة من دار خلاب شوفوا البنات هذا ميرا بالاس هي هذا من اللي عطاين لي كوزينو ها انتم ميرا بالاس ماما شدت ملاسه هانتوما هي هادي بوينا ريسيتا هذا الكافي وكاين الغيسون داخل هانتوما البنات هذا الاوتيل ديال ميرا بالاس صراحه غالي نكذب عليكم فيه 4 نجوم جاي على البحر ما عرفتش واش فيه بيسين ولكن كاين سبا سبا هنا الاوتيل نسن ماشي غير شويه نزرع الاثمنه الاوتيل اللي راهي غير زكسن ماشي غاص هذا نيتي لا بيسين غا سبا جو بونس فيها ربحه اذا 4 نجوم لا ماشي مشكله وين اذا 4 نجوم يا راتيف زريد ها غزال غيسلا سبحان غسل بيسين هذه خر السلام عليكم سلام بخير كلش مليح الحمد لله بارك الله فيك لا بيسين قضية هاي حايس ما ينقى صراحة ينقى اللي شوفي ينقى لا شوفي لا on peut aller dehors pour voir تقندر كراسة قولنا بزو مشارو خلا الصالون المغربي مانيفيك لا خزامة ما فيها السلام عليكم السلام سلام ماشي عندهم صالون هنايا هني هاك دانيتي دانيتي وز ماشي قلة ضروري ريزيرفي وذا ما ميتيري بزاف ما نقدر على هذا صافي شكرا معليش تسوق بارك الله فيك انايا الصالة كتكون تاع الناس اللي كيتريزيرفاو كيكون بزاف بحال شي وحده دارت خطابه وما عندهاش فين تجي هنا مع عائلتها مخير سدادرو والبلايص واه المنظر من هنا المنظر على الاوتيل والبحر من هنا المنظر على البيسين ديك قصه ديك ناس اللي
صافي هذا وين صافي علي سير شي جرب بماسي شكرا بزاف والله ما صورت شي جالو شي زرت كبيرة وبيس كبيرة وزالة تبقى عندهم هادو ديال ما تباسو هون أحمدي ما يجباسو هون برزيد هي شكرا بك لو فيك داخد أخويا رجعنا إيكا مونير مراد راكي سنة لي باتو وسطم جو جي بخون سامو بغا ياخد ديالي أبيك سوما في قصة فلا سوس تقدر سامية فلا سوس يميني شوية مهم مخاصل قادمني شنوين ولا جل جاء أنا جي داسة أم وني تشيركي ريستوروني صباح الخير صوت ديالي عرفتوا اليوم البحر هايج شوفوا الموج بانوا لكم من هنا البحر هايج وكاين الريح شي حاجهكم نهبط هادي الطوموبيله راهي هنا من نهبطها انايا يعني بحكم حتى واحد كيديروا هنا شي مارش غير انا عاود لكم غادي نمشي نهبط هذا لتحت ونطلع قلت لكم الزينات الكاميرا كتبين مزيان ولا لا وانا ماشي للدار ماشي لدارنا ولكن ما نعاود لكمش هادو كون مش فرنا عند ماما باش نديها معايا ما نعاود لكمش شحال عندنا هاد الحاجات نديروهم اليوم ولكن واش تقضاو اليوم جو بونس با هنايا فين كنحطو لابوبي نحطها هنا سيما كاين بزاف د الحاجات بزاف بزاف ما يتقضاو والنهار كيفوت في ساعة والفلوس كيطيرو وكتلقي راسك باقي ما كملتيش وخاصني نطلع للدار كان اليوم مصبغه ما كانش غادي يجي حيت قال لي حتى يسالي الدري الميمولوغ قلت له لا ما تسناش حتى يسالي الميمولوغ اجي اعمل الفينيسيون المهم دابا نمشيو ونشوف الواليده ديالي نوري لكم عاوتاني واحد الخياطه نتاع بوش تفنه حتى هاد الفوله اللي عملت لها مع ديك الجلابه الاخرى البارح هادي جات لها مع فنه عاوتاني هادي خيط شحال هادي يا ماما شحال زعما من سنين شي 6 سنين 5 سنين 5 سنين لا قل كتا المهم شي 7 سنين هكداك فنه فنه يلا بنات رحنا عند امين السيد اللي كيعمل هذا الكارلاج ومن تو كيبيع لا باس السلام بيه شحال فقر خزه يمين دام طويفه يا وطغوا طفوا القفاص ثقيل ها فقر الصح والعمل ناس فقر تبارك الله والله شاش تصحى ايه اقدو شي نص هادو كيدوش ديالها هنا يلا دخلهم اليوم انا استنيتو الاثنين هو هذا في الغوز جولد والكحل حيت انا كنت غادي نبازي الكحل مي قال لي غادخل شي حاجه عاوتاني واعره في هذا في شفتو كاين ما تزوقوا به صراحه هذا صحنا امين يصدق اكزليش ايوا نبازيو على هذا والفاسك كاين هذا هادي سوا احسن هذا أكيد سيازا شوية تي الغوز قول ماشا مين يتكامل مين يتكامل وني لبابو بالنسبة لي واحسن دوش غيش ندا زقرا اي خصا ديرها ذا زقرا صافي فهم ولكن كي كولورا يعني اموا ماشي قرا كي كولورا نوانيتي صافي فهم غاك ذا زقرا باش كيز دياس صافي فهم غاك يتفغ دامي الساعة اولا نشا ديك سيمياك قبل ما تدشنو دا مزيد تشنو دا هم
ولاد شنو بغيت نقول لكم؟ عرفتي هذاك اللي في بوا اللي كنت بغيت نعمل ما كانش ورا لي خويا عند امين هذا الكغلاج هذا هو نتاع الزليج ولكن بالبوا انه كان عملتهم ديك الجنب ديال المرايا. غنوري لكم دابا اللي فيكسيت معاه كلشي اللي خديت منه. شوفوا هذا بعدا ما نقدرش ناخذه دابا حيت انا كملت الدوش، مي راه عنده شي زليجات ما نعاود لكمش، شي مرايات كيسطاو. بالنسبه لامين البنات جاي في الشارع ديال صباديه اللي كيهبط للكورنيش ديال صباديه، وغادي نشارك معكم كاع المعلومات ديالو لا كارت فيزيت ديالو في الانستغرام. صافي المرايات كيهبلوا، شفتوا معايا هادشي ديال التاكتيل كله خرج على مود، ديكشي كامل. المهم هذا خديته ديجا. سينو عنده هكذا الميوبل اللي ديجا في، شفتو انا خديت واحد الفاسك اللي غادي نخدم له واحد المغرب غادي نوري لكم. شوفوا معايا هذا، هاد الفكره واعره مع هذا وهذا. قال لي عاوتاني ديري هادي ديري هادي. زوينه مانيفيك. مشينا عند عند امين حتى نحط لكم معلومات على عنده ديكشي عالم كيصايب البنات، والله كيصايبو ظريف 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 ظريف. انا كنت كنشوفهم على ليبوك ولكن زعما ما كناش زعما ما كنعرفوهمش. الحسيمه صغيره يعني ما يمكنش واحد نشوفو نقول لكم ما كنتش كنشوفو، يعني الحسيمه هي صغيره كنعرفو بعضياتنا. مي واحد الظرافه يا سلام زعما الصراحه سعدت امي مطو بيه ومراتو بيه، ولا عنده وليدات الله يسهل عليهم فهمتوا. ظريف وعنده ديك السلعه مانيفيك، لا ولا صاحبو ولا خوه ولا ما عرفتش شكون اللي معاه في المحل، ولكن فريمون ظريفين ظريفين وكيصايبو وكيديروا معاك الذوق وكيصايبوا معاك داكشي كما بغيتي، كيلقاو لك الحلول. ايوا صافي الغزيولات انا حط لكم معلومات عليه، دزنا عند مول الالومنيوم ودابا دايره مع مول الكوزينه حتى نشاركوا معكم ان شاء الله حتى تسالى الكوزينه الله يمرها دار الصراحه ومعروف. غادي درت مع مول الكوزينه هنايا في الدار باش يخدم لي حتى المغرب ديال الدوش، حيت دابا بدلت الفصاله ديال الدوش كيف خديت الفاسك تبدل شي حاجه في الدوش، الو خاصو يخدم لي المغرب وواحد الميبل. هو خويا كاين مي السيد مول الكوزينه باقي ما كاينش. صافي انا مباركي هنا ونطلعوا للدار الفوق نشوف فين وصلوا مع لي ميغ. المهم نشوفوا يلا البحر زاهم المواج كيبانوا لي. انا طلعت للدار كاين دابا الفينيسيون باقي جنب الفينيسيون جا ودنا. يا هادي اللي انا بيدو عليك لا ماشي بيدو تخشر. صافي داك الشيء خاصنا نعاودو كيف قلت لكم. حيت دار مصبوغه بهذا اللون والحيط بهذا اللون. هو الكورنيش الصباديه جينا راه حنا كاغي ايسي شو من المرح. بابا اجي اجي مورا هذا راه كيعيش الحياه هنا مشو من المرح. مراد مراد فيرم لا فيس تو غامال او فونتر شو شو المواج كي كيطرقوا تبارك الله راه يتسنوا في السما راه خصو شي سي كامل وزرو نجيو عند هاد ايمن ديس بارك هنا هاد القهوة هادي دايرة كي الباطو. باوي باوي شو شو ما شاء الله ما شاء الله ما سي با اوجوردي سي با دو بالو مام شتو في فوتو ايسي شو من ربحة توحشات صافي دو بيان ناس بحال الحال انا ما حيش ناس بحال الحال ولا يا مراد هاي لا بورت ديالها سميتها ايمن ديس بارك جيت بارك فريمون زوينه والمنظر خطير. عرفتوا في الصيف الناس كتعوم هنا وكتاكلي هنا وكاين ديما القياس على الماكله الا عقلتوا بصح باقي الحنات هادي سلاد نيسواز دايره وقيلا واش 40 درهم وقيلا اللي دايره تبارك الله فيها الخير والبركه. هانتوما هادي شلاده اونتخي عادي جيب لنا ديالنا ونوريكم فوسوبا ديال الحوت واعر جلسات النيام دايره 40 درهم جلسات النيام صباح يعرخ منها ما كسبتو سيني الوالدين سي بنزيما انت ما كفو كفو نقي مخينا فيهم نوريلكم هذا سميتو بوفالو مي الكفتانيه هادو د الفريت زوينين هادو لي ستيك لكن بحال د المرجان
ولا هي بقات بيتزا هذاك البانيني ديالي ماما قويه انا الشاورما انا شلاد الماما هنا هاد لا سوب نكمل هادي وعندي البانيني وعندي البيتزا وتصوروا خدينا لي تشيز كيك بابا تيشرب بابا سيخفينا هذا تشيز كيك اللي فيرم غراف بو زوين لي باتيسري ديالهم هنايا فني حتى الماكله صراحه غزاله الله على راح الله سام قاعد دخل في الماء هكذاك حمار دخل بالصبه لا تابخوش با اوكي با جيت الو الله يا ربي والله سادو نو في بنامي سبتي ولكن المواج كثير عندنا البحوره زوينه البحورات عندها فن البنات هنا دست المرجان صافي خدينا ديك الفريكو وجابها جاب السيد راه حنا كنخلصوا هنا البنت كتحسن مراد كيشوف ليا في التلفازات عجبت له التلفازه اللي السيد اللي كيكون هنا كيتكلب بهذا الغيو الله يعمر هذا عجبت له التلفازه اللي بروبوزا ليا وكيشوفها في الكبير كيقول لي الكبير احسن صافي شمجه حتى تكمل الخبر حقيقي فني 55 ياك فا 55 55 جاتنا غاليه ولا غاليه غاليه بزاف 9000 درهم دي كبيره ولكن رخيصه على هذه اللي خديت لماما ولكن ما خديتلهاش هذه بهذا الثمن خديت لها 50 بوس وكنظن داير 7000 ولا 6000 وشي حاجه 6000 وشي حاجه كنظن المهم حتى الغدا ونجيو لعندو نشوفو دابا راه البنت كتحسب على وديت الفريغو نكملو معنا ناخذو الكارانتي وكل شيء عاد حساب لا غا يحسبها انت روح انت تعينا فهاد اللحظه ما نبين لكم لا جلابه لا والو هاد اللحظه الا وليت لكم ماما الرجوع الى الاصل فضيله ها البرد والبرد لبسات لي واحد الحاله ما نعاود لكمش لا ما نكذبش عليكم حتى انا قلت لها تعطيني عقرق قلت لها لا تعطيني هاد الشيء جلابه هاد فوي قلت لكم عرفتوا غادي نطلعوا للدار الفوق نمشيو نجفوا شي لعبات قولوا لها الماما بالصحه مبروك الثلاجه زوينه قولوا لها زوينه اللي عندها ثلاجه بحال هاد قول لنا كي دايره صافي قولي لنا اللي شرات ديك بيكو هذيك اللي في المرجان اللي وريت لكم فيها التخفيض وليو د 1300 اورو دايرين لها مليون 1000 خلصت التحفيض قداش ايوا بصح غاليه راه فرنسا حنا عندنا بيكو رخيصه فرنسا والله ماما تكنت غازق مليون واش يوم من قرا من داس نتقرا باقي المغرب باقي المغرب الله يحفظ مساكن وي ثني 400 من مي قاشتو يا ما غير وعلى حساب كل حد عاوتاني مره تاوي ثني 400 يا عمي ديتا سنه تخدي شنا 400 محتاج لا بصح كاينين الناس اللي كيشريو هذوك ديال 3000 درهم ولا ديال 2000 درهم والعام الجاي خاصهم تضيع لهم ويشريو وحده اخرى بنادم اللهم يدير حاجه مزيانه وصافي وعاوتاني كل واحد على حساب الجد هادشي اللي كاين الغزولات انا ماما فيها الوسواس وقلت لكم هي مريضه بالوسواس جيبي لها حاجه وتهرس لها ولا دير لها صافي غادي تقدر تمشي فيها ما نكذبش عليكم تقدر فريمون تمشي فيها ماما شو ست بعدا سرخا داير حوايج وعلى داكشي خاصكم يعني خاصني ندير لها حاجه نيشان الا درت لها حاجه ماشي نيشان احتاج شنو بغيت نقول لكم الزينات ماشي نديروا الميناج شويه المهم راكم عارفين باش تجي مني تجي ان شاء الله الثلاجه تكون دايره وباش مني يجي السيد نتاع المغبغ يسايب المغبغ وتكون ديك الغبره كامله محيده من تما صراحه وصغاشي الاسبيراتور الاسبيراتور نتاع الجاج هو اللي كان خاصنا ولي كاين الشطابه يلا زينت زولات راه في حكمة تحك راه في المهنه العسكريه ولا المهنه العسكريه حكمة تحك حكمة تحك الله يا ربي المهم واحد الزليجي واحد زلي حاجه لا يكون زليجي حاجه عرفتوا شوفوا الخدمه شوف على زليجي شوفوا على خدمه حك ما تحك شوفوا الخدمه كي دايره يا لطيف شو على زليجي تبارك الله شحال كبير وشحال زوين وشحال ضيعوا لنا ما فهمتش انا ديك الناس اللي ما كيعرفوش يخدموا الزليجي الكبير اللي خارج في الموضه علاش كيقبلوا يخدموا وكيقولوا كنعرف نديرو ما فهمتش والله ما فهمت نكذب عليكم دابا هادي راه على هادشي نقدر ندعيه يا الله لطيف راه والله داز فينا ناس دراوش وصافي وزعما قلنا صافي ماشي مشكل مي فريمون نكذب عليكم ما بقيتش قادره نهضر معاه كاع منقص ما نعرفش هاد الخدمه عرفتوا على كارثه دايرهم ولا دابا بناء على انه قلب لنا الباب ديجا مي دار لينا شي خدمه شنقول لكم ولكن الحمد لله الزليج زوين ديال امين الزليج تبارك الله زوين مغطي على 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 داك الخدمه ديال الزفت ولكن ما عندنا ما نديرو دابا المهم راني كنحك ديك شي موسع كي كنقولو كننقي
كنقي هادشي كامل ايوا باش نمسحو ونكرطوه داكشي كامل. هذا ما كان غزولات حاجه وحده ننصحكم البنات والحاجه الوحيده اللي غادي نقدر نقول لكم على ودي الزليج اللي شرات شي زليج غالي باسكو فريمون هاد الزليج اللي با دوني دو تو هاد الزليجات كبار خرجوا على مود هادو ديال مترو 60 على لا 60 على مترو 60 كنظن كيكونوا غاليين بالمتر وحده 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 مع هادوك اللي غادي تجيبوهم يلصقوا لكم الزليج واخا تشوفوا كيبان زوين وصافي صراحه ما كيبانش فيه لي فوت لي فوت باسكو الزليج هو بصفتو زوين الو مغطي على بزاف د الحاجات ولكن الا قربتي تمسحي وديري كتلقاي بزاف د لي فوت وهذا بلا ما نهضروا على انه قلب لنا البيبان عاوتاني يعمل الزليج على الجهه البرانيه ويخلي البلاصه فين تركب الباب على الجهه الدخلانيه هو قلب ديكشي يعني احسن حاجه ديروها هي من نهار تجيبوا سجله يجي سيروا شوفوا الخدمه اللي خدم في الدار اللي خدم فيها اولا شي خدمه شبرها تمشيو مثلا معايا اللي ما عندوش المشكل في الدار اللي كيخدم فيها تشوفوا الخدمه ديالو كي دايره اولا تو سامبلومون نهار اللي غايجي باش يخدم راقبوه الا كنتو كتعرفوا كيفاش اولا تجيبوا شي واحد اللي نتوما متيقنين انه خدم مودرن يعني خدام في الزليج اللي مودرن ماشي مولف يخدم بديك الزليجات القدام اللي صغير فهمتوا نصيحه هنا الغزال الولاد ديالي شنو كنعمل المهم حكينا الحيوط حيدنا منهم كاع ديك الصباغه وديك الشيء اللي ترش فيها وكنحاول نحيد ديك الكولا اللي باش تلصق هاد الزليج حيت كيتلصق بالكولا اللي خرجها وايطاليها باليدين ولا ما عرفت شنو ممكن نحاول ما امكن جبت شي شيتات من المرجان وديك التخربيق كنحاول نحك ونحيد لي تراس نحيد لهم ماكسيموم بوسيبل من ديك اللعبات اللي كيبانوا وصافي صراحه رديتها كتشعل ما نكذبش على الله رديتها مزيان وديك الشيء حكينا القرقاره حكينا ديك البلايص كاملين حيت كانوا كيحطوا تما كنقولوا ديك البيدوات اللي ما كانوش كيحتاجوا هذا وحتى واحد السطوله ديال لا بانتور حطوهم بلا ما يفرشوا لهم كرتون ولا هذا والصدى ديالهم طبع في الابيض ما بغاش يتحيد حتى بقيت كنحك كنحك نموت والسيد اللي كيعمل لي مولوغ قال لي ديري لهم الدوليو وبصح عملت الدوليو هو يمشي ولكن خنقني ما نكذبش عليكم شميتو بزاف خنقني الوغ نيزيتي با الا طبعت لكم شي صدا ولا شي حاجه ديروا لها الدوليو راه كيحيدها انا حكيت الحيوط باقي غادي نشللهم كاملين عرفتي ريحه الدوليو دابا نسكر خويا عمل حكى نحط هنا واحد الصدا وتمصدي وتطبع هنايا حتى قال لي يا سيد ديري له الدوليو الدوليو هو اللي حيدو لي داك الخبز باش ما يدخلش ونرجع الوليده ديالي راه في الكوزينه السيد راه كيلصق في المولوغ ها هو بتوع لي مولوغ نزول لكم بحال هكذا يوم من بعد ما كاين ريح راه الليل كيف شفتوا معايا من بعد ما حكيت الحيوطه يعني بس بديك سانيكرو ولا كي كنقولوا المسيو بروب ولا ما هو هذا وما تكثروا الجافيل وهذا على الزليجات بحال هكذا من بعد شديت هاد الكراته هادي شريتها في واحد السطل ما عرفتش نستعملو في اول مره مي دابا صافي عرفت له هاد الكراته خديتها من المرجم 120 اولا 130 درهم فن الصراحه غزاله رقي بقاو كتدخلك في القناه وهذا كنشللها وكنعاود نحطها في هذيك ديالها وكنجبد الماء يعني انا شللت ديجا خويت الماء صافي في الحيوط ودابا هي كنشب باش ما يبقاوش ديك الخطوطه ديال الماء الصراحه رديناها كتبري كيف كتشوفوا حتى لي سبوت طبعوا فيها لا لوميير كيبان لكم الدودار في الزليج المهم هنايا صافي كل شيء خاصنا نقلب هذيك ولا لا عييت عرفتوا الليل والله الا الليل هانتوما الغزولات كلشي تغسل دابا باش يجيب لي مول الماغ بغي يجيب لي ديك اللوحه هنايا باش نحطو عليها الفاسك المرايه تجي هنا من بعد ديك الطاس يجي هنا خاصني نعيط للبلومبي وقلت له يخدم لي واحد الميبل نشوف شحال باش يخدموا لي ما عرفتش واش خدا لي ميزو خدا لي ميزو المهم هنايا دابا شفنا هي هاد الجهه باش يجي الالومنيوم هاد الباب بالنسبه للكوزينه دخلت لي الشيك باسكو كنشوف شي طوا بعد الماء هنايا ما عرفت شنو هاد الطوا بعد الماء هكذا في هاد المطبخ حيت في الدوش ما كاينش طوا بعد الماء هكذا ما عرفتش واش ديفو من الزليج ولا من الخدمه ديال الزلايجي ما عرفتش ولكن هادشي كيبان لي من الزليج كنظن ما عرفتش انتو كره كيبان لي بشكل خي على الله غدا غادي يمشي له هادشي غادي نشوفو المهم انا حيدنا شويه اللي هذا من تحت من تحت هادشي
باش ملي يجي من المغرب غادي يكون روينه، ولكن ماشي بعد الحيوطه بعدا نقيتهم شويه ما درت لهمش بحال الدوش كامل ما يتنقاو شويه واحد باقي غادي يتنقاو صافي لي الباركو حتى هو سينو من هنا وديك شي حتى نساليو لي مولوغ راهم بداو كيتركبوا ما شفت لكمش الاضاءه مزيان ها مش ميون لا ماشي نقز خزاوه انتوما هنايا راه كيكون الليد ما شلتوش وانا لي مولوغ من هنا من هنا يجيو من هنا بحال هكذايا ومن هنا يا اون فاس ابري من هنا عاد يجي واحد الكادر كبير على ودي التلفازه ومن هنا هادو كيجيو مدوبلين هكذا في هاد الجهه وهنا مدوبلين حتى هنا في هاد الجهه حلاوات ما سخيتش بكم ولكن كنشارك معكم حاجه بحاجه كما وعدتكم دابا خليكم معايا غدا ان شاء الله غادي تشوفوا معايا التتمه ديال الفيديوهات غتشوفوا معايا حاجات اخرى غتشوفوا معايا شي تفراش شي حاجات واقيله كنظن غتلحقوا على التفراش غدا كنظن فيه التفراش المهم خليكم معايا في التتبع والكومونتيرات ديالكم والاراء ديالكم الا بان لكم شي حاجه بارطاجيو معايا الراي ديالكم الخالص وما تنساوش ما تبخلوش عليا باللايك والابوني وكاع داكشي اللي كيمشي معها نموت عليكم.